ريبليسمنت للفود او فيوجن فود بروسيسز يبقى اي حاجه ثانيه. احنا شفنا فود سيجمنت بلوميرز. طب ايه انواع الفوكر سيجمنتال بلوميرز بلوتس؟ في عندي نوع نوت اذروايز سبيسيفايد ما ينطبقش عليه اي حاجه من دول. في نوع مينلي بياخد الهايلان. في نوع مينلي فورم اوف سيلولار. احنا قلنا الفوكر سيجمنتال ما فيهوش هايبر. لا سيلولار هنا المقصود بيها بيبقى نيوتروفيلز واندوسيلير سيلز بقوه كبيره لكن مفيش ميزان زي هايبر سيلولار. ممكن الاقي نوع بياخد ساعات الايجن عباره عن ايه؟ مش
في الانترستيشن جروبس اوف فومي سيلز مع الهايبر كوليسترول. ده سيلولار فيريانت يعني. يبقى احنا شفنا الهايلر فيريانت، شفنا التيب ليجن، ماشي. هنا عندي ايه السيلولار فيريانت، احنا قلنا ما فيهوش هايبر سيلولاريتي فوكال سيجمنتال، لكن داخل الكابيلاريز جوه الكابيلاريز الاقي بعض النيوتروفيلز وبعض الاندوثيليال سيلز. يعني المفروض لهم اللي انا بشوف في الكروس سيكشن بتاع الفيديو، كل كروس سيكشن في وان اندوثيليال سيل اذا شفتها. هنا انا عندي اكثر داخل الكابيلاري، عندي هنا اندوثيليال سيلز موجوده. فاذا السيلولار فيريانت عباره عن نيوتروفيلز واندوثيليال سيلز انسايد ذا كابيلاري يوم، فده السيلولار فيريانت. احنا لازم نستدل عشان اقول سيلولار فيريانت، لازم نستبعد ان هو ان في تيب ليجن، لان تيب ليجن نفسه السكليروز يا اما يكون سكليروزس يا اما يكون سيلولار بالمنظر ده. يبقى علشان ابعد عن الغلط خالص بقول سيلولار فيريانت اذا كان ما فيش تيب ليجن، لان التيب ليجن نفسه ممكن يكون ايه عباره عن سيلولار ليجن. نيجي بقى للكولابس اللي هو الجوع بتاع اوحش نوع في الايه؟ الفوكال سيجمنتال نيوروسكليروسيس. كولابسنج بلاقي كولابس للكابيلاريز متقفله، هل اي كولابس اسميه كولابسنج جلوميرسكليروسيس؟ هل اي كولابس؟ لا مش اي كولابس. ده هنا الطفت كولابسد بس شرط اساسي there should be proliferation of the visceral CSL بودوسايتس. فيها هنا بروليفريشن، احنا مش قلنا ان السيلز دي ممنوع تدخل السيل سايكل، ما بتحصلهاش بروليفريشن. فيها هنا بقى الحاجات اللي بتخليها تمنعها من دخول السيل سايكل، حصل لها سبريشن، فبدات يحصل لها بروليفريشن، مش محتفظ بالايه؟ بالكرايتيريا بتاعتها. فبيحصل كولابس للكابيلاريز، الكابيلاري ده نوع خطير جدا من الفوكال سيجمنتال، ده ايه على طول بيعمل هنا الفيلم. يبقى ده عشان اقول كولابسنج، مش اي كولابس، نوت اني كولابس ان ذا كابيلاري تاف، يبقى كونسيدر ايه كولابسنج جلوميرولوس. لا، لازم يكون اسوشيتد مع ايه بروليفريشن اوف فيسرال ابيثيليال سيلز. يبقى انا عندي هنا كولابس تاف هي كولابس كلها اتقفلت، يكون السيلفر كده مقفله، لكن عندي هنا في بروليفريشن لايه؟ للفيسرال ابيثيليال سيلز. فين ايه بروليفريشن؟ حتى هنا هي دي مش بتاعتنا، احنا عندنا قليل النوع ده مع اتش اي بي كتير قوي. هنا دي فيسرال ابيثيليال سيلز فيها ميتوتيك فيجر، معناها ان هي اكتفلي بروليفريشن. شايفين هنا؟ كل ده بروليفريشن لايه؟ للفيسرال ابيثيليال سيلز اللي هي المفروض ما يحصلهاش بروليفريشن. يبقى اسوشيتد معاها ايه؟ ماركت تيوبر اتروفي اند سيستيك دايليتيشن تيوبيوز. نرجع تاني للدايجرام بتاعنا، نقول من البودوسايتوباسيس لمشاكل البودوسايتس، قلنا يا اما تبقى فيوز مع بعضيها فود بروسيسز وزود ايه؟ نمبر، ده بيبقى اللي هو مينيمال تشينج، او بلاقي فيوجن فود بروسيسز ولاقي سكليروزس وبلاقي في لوس اوف بودوسايتس، ده الفوكال سيجمنتال تيوبرز. بلاقي دي ديفرنشيشن يعني بتغير الماركرز والحاجات بتاعت البودوسايتس والحاجات اللي بتمنعها منها بروليفريت، بحيث بيحصل بروليفريشن ويزيد عدد البودوسايتس، لكنها مش هي البودوسايتس هي بالتكوينه بتاعتها، فبيحصل كولابس للطف، وده كولابسنج جلوميرولوكس. يبقى ده تاني نوع من الايه؟ من البودوسايتوكس. يعني نقول ايه انواع بقى الفوكال سيجمنتال جلوميرولوكس؟ نقول كولابسنج ليجن اللي لو موجود واحده منه بس يبقى ايه؟ يبقى هو كولابس، بس تكون واحده بكل كرايتيريا، كولابس للطف، بروليفريشن للفيسرال سينيور سيلز. تاني حاجه، تاني نوع، لو ما عنديش كولابسنج ليجن يفتح بقى الباب للانواع الثانيه اللي احنا نتكلم
ماشي، الاقي ايه؟ الاقي هايلر ليجن، مفيش هايلر ليجن، لكن في التيب اريا فيها يبقى ده تيب فاريا. لو سيروز في التيب ومعانا في الهايلر هيبقى اسمه هايلر فاريا. ماشي؟ لو عندنا الكولابسنج مش موجود ومفيش تيب ليجن وفي سيلر اللي هو عباره عن ايه سيلر بقى؟ انترا كابيلر نيوتروفيلز، ماشي؟ بروليفريشن شويه الاندوثيليال سيلز، ده سيلر فاريا. ولا واحده من دول وفي في اي حته بقى ازاي؟ ادي
عامله ازاي هنا؟ مش ماسكه غير كده، وخايفه هتقع. خايفه من ايه؟ خايفه لو تبقى زي دي، مش كده؟ دي فصلت اهي ويا دوب بالقوه برجل واحد، ودي خايفه لو تبقى زي دي، دي انفصلت خالص. شايفين الثلاثه دول مراحل من الايه؟ من ديتاتشمنت. هتبقى النتيجه بعد كده ايه؟ هيبقى فيه ويكنس البيزمنت ممبرين ده، يعني حاله فوكال سيجمنتال سكليروزس لقينا فيها ده. معناها ايه؟ ان الكابيلاري الكافيه هنا مش دايليتد. الكابيلاري دايليتد، فبالتالي هتولد فير اريا ويحصل فيها المشكله دي. ثاني سبب ثاني حاجه في الكلاسيكيشن اوف فوكال سيجمنتال سكليروزس سكندري تو جينيتيك اند فاميليال ديزيز. ميوتيشن اوف الفا اكتينين 4 ده اللي هو بيعمل الدعامه بتاعت الايه؟ الفود بروسيسورز. ميوتيشن اوف ان بودوسين اللي هو بين اللي بيعمل السيل دايفرام او ميتوكوندريال سيتوكس. الحاجات دي الابنورماليتيز دي تدي ابنورماليتيز في ايه؟ في البودوسايتس. طيب ثالث حاجه من الايديولوجي اوف فوكال سيجمنتال سكليروزس سكندري فوكال سيجمنتال سكليروزس ادابتيف ستراكشرز او فانكشنال ريسبونس. دي بيقابلوها كتير بقى عندهم. يعني البيشنت شايل كيدني بكيدني واحد، ودي بيقولوها في الناس اللي بالدونرز بتوع الكيدني ان عنده ايه؟ هايبر فيبريشن، ان في لود كبير على الكيدني اللي باقيه، او عيان عامل انفريكتوم او بارشال انفريكتوم في لود على التيشو الموجود اللي باقي، فدي ريديوس رينال ماس. ايه اللي يعمل ريديوس رينال ماس؟ هي اوليجو ميجا نفرونيا حاجه بقى كونجنتال ابنورمالتي، يونيلاترال رينال اجينيسيس هو موجود كده، رينال ديسبليزيا، ريفلوكس نيفروباثي ده برضه هيتدمر في الكيدني، سيرجيكال رينال ابليشن شالوا حته من الكيدني، حته بقت نيكروتيك، ها؟ اني ادفانس رينال ديزيز الرين كيدني تيشو، الالوجرافت كرونيك الالوجرافت نيفروباثي حصل فيروز وكده بقيت الجراف، او زي ما قلنا الدونر، او عيان شالوا فيه من اي سبب، اصبح عندنا ايه؟ اصبح عندنا حمل على الكيدني. طب ممكن النيفرونز تشيل لود من غير ما يبقى في لوس اوف رينال ماس في حالات الهايبر تنشن، حالات الاوبيستي، مش فيها حالات اوبيستي هي بتنتهي فوكال سيجمنتال سكليروزس، حالات السيانات الكونجنتال هارت ديزيز الاكسجين مش كفايه فيه فده لود على الكيدني، سيكل سيل انيميا، يعني حاجات ما فيهاش ايه لوس اوف رينال ماس. فدي تشينجز ديت فانكشنال تشينجز بتؤدي الى ستراكشر تشينجز. فانكشنال تشينجز دي عباره عن ايه؟ بيبقى حسب بازل ديليتيشن او افرنت اكتر من كده. الكيدني عايزه تشتغل بروحين بقى بدل ايه؟ هي واحده بتقوم بشغل اثنين فبتاخد بلاد اكتر من طاقتها، يبقى الافرنت رايح بلاد اكتر من الديفرنت. انكريز جلوميرال هيدروستاتيك بريشر هيزيد البريشر جوه الجلوميرلس. انكريز سنجل نيفرون سنجل نيفرون جلوميرال فيبريشن ريت فده بيعمل ايه؟ بروتين ريت. المهم ان الكيدني تيشو اللي باقي بيقوم بدور كبير قوي عليه، بيروح بلاد كتير عن احتياجاته لان هو لازم يقوم بدور كبير. فبالتالي بيحصل بقى ايه؟ نتيجه الفانكشن تشينجز دي ايه اللي هيحصل؟ هيزيد البلاد فلو، هيدي جروث فاكتورز اكتر، هيزود الايه؟ فورميشن اوف ميزانجيال باتريز، هيعمل كابيلاري دايليتيشن. ها؟ اتفقنا كابيلاري دايليتيشن يعمل ايه؟ حتت مش متغطيه بالابيثيريال سيلز فوق الكباس بتاعت البودوسايتس، يعني بروتينوري. اللارج مولكيولز اتراكت تعمل هايلاين ارياز. الدايليتيشن القوي ده يعني دايليتيشن الكابيلاريز هيزود الانترا كابيلاري بريشر، هيزود التنشن على الميزانجيال اتاتشمنت سايتس يعمل انوريزم مش الصوره لها دلوقتي، جروس اوف اندوثيليال ثرومبو ريزيستنس. المفروض ان الاندوثيليال سيلز دي بتقاوم ايه؟ حصل لها ديستراكشن من كتر الضغط عليها والستريتش فبالتالي يحصل فيها مايكرو ثرومباي فده بتكيل برضه بايه؟ انها تتقفل فادي الكابيلاريز لما دايليت قوي قوي هتفصل من الماتريكس الموجوده الميزانجيال ماتريكس بيحصل انريزمنت دايليتيشن للكابيلاريز. ودي الصوره لها اهي، يعني ده دايجرام احنا راسمينه ودي الحقيقه اهي، ادي الكابيلاريز بعد كده بقى شايفين انريزمنت دايليتيشن ده، دي كانت في حاله ايه؟ فوكال سيجمنتال سكليروز. بعد كده بقى السكليروز